هل يجوز ربا النسيئة في بيع لحم بحيوان من غير جنسه؟ لا بأس، بيع لحم بحيوان لا بأس، لأن هذا مستقل، حيوان مستقل لا يوجد فيه ربا مع شيء آخر. فإذا باع اشترى مروغا بشيء من لحم الإبل أو شيء من لحم الغنم أو البقر فلا بأس، لا يدخل الربا.